اليوم هذا الصباح كان تقديم ديال ثلاثة ديال الأشخاص في شبهة الغش في امتحان ديال أهلية المحاماة. النيابة العامة استنقت مسببهم بحضور الدفاع ديالهم. اللي تم التأكد منه هو أنه ما كاين حتى شي ضبط وسيلة غش عند أمين ناصر الله، كما تم إذاعة هذا الخبر على لسان بعض الخصوم ديالو. واتضح كذلك بأن السيدة التي وقفت فجأة واتهمت أمين ناصر الله ظلما أن هذه السيدة هي التي أفزعت جميع الحاضرين، وبطريقة هستيرية قامت بالصراخ داخل القاعة بأن أمين ناصر الله كان يحتوي على آلة غش. تم خلو بجميع الأدلة هذه الشبهة تحيدت، وبقينا كننتظروا النيابة العامة في الوضعية القانونية بعض الأطراف آخرين. فقط اللي شرنا له في هذه القضية وكان كقيمة مضافة عند النيابة العامة أن هذه السيدة كان عليها تحضر، أن الذي يقف ويصرخ ويزعزع أمن وطمأنينة المترشحين للامتحان داخل اجتيازهم وأثناء اجتيازهم للامتحان يجب أن تعاقب، وأنه طلبنا تعميق البحث باش يمشي بالملف بجميع الأفعال ويحيط بجميع الأفعال، ماشي بواحد الشخص واحد ومن معه اللي هو أمين ناصر الله. أمين ناصر الله ثابت قطعا أن ما عنده حتى شي علاقة بالغش، ولكن واحد السيدة قامت بالتبليغ عن جريمة وهمية تعلم بعدم حدوثها، قامت بارتكاب الوشاية الكاذبة، قامت بالقذف، قامت بارتكاب كذلك العديد من الأفعال المعتبرة طبقا لقانون مكافحة الغش المتمم من القانون الجنائي بما يسمى بجنحة ديال زعزعة وأمن وطمأنينة ديال المترشحين هذا الامتحان هذا داخل القاعة، أنها معاقبة بعديد من فصول القانون الجنائي كان عليهم على الأقل إحضارها. التمسنا أن إذا كانت عند السيدة حصانة قانونية ما التمسنا رفع هذه الحصانة لا أعرف شكلها ووظيفتها ومهامها، التمسنا رفع الحصانة عليها واستقدامها، وتم تحميق البحث معها أيضا على الجرائم المرتكبة من طرفها، علما أن لدينا بواحد مفتاح USB. النيابة العامة كنقولوا هذه جميع الاستفزازات التي كانت هذه السيدة تتوعد فيها أمين ناصر الله بأنها ستفضحه لأنه غشاش وأنها تسبه وأنها ستدخله السجن، هكذا صرحت في واحد مفتاح USB في العديد من الفيديوهات قبل أن تقوم بمسح تلك الفيديوهات، لكن لا زالت مسجلة على مفتاح USB. أعطينا النيابة العامة باش تقوم المتعين. كنتمنى أن القانون يطبق على الجميع بما فيهم هذيك السيدة بعدما اتضح عدم ارتكاب الجريمة بالأدلة القاطعة من طرف أمين ناصر الله. كاين واحد الاستفزاز وواحد المشدات كلامية وقعت بيناتهم، طبعا عندما يسبق السب واحد الاستفزاز معنوي يكون مبررا بمقتضى القانون. إذن احنا بالنسبه لنا لا نبرر اي فعل من افعال الجرائم، ولكن ديك السيده وقع تقصير في التقديم، ان ما تقدمتش حتى هي لان ارتكبت العديد من الجناح، يجب القانون ياخذ مجرف مواجهه الجميع وبشكل متساوي امام الجميع. كنا نؤازر امين نصر الله المشتبه في ارتكابه بجريمه الغش في امتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه، وايضا فيما يتعلق بجريمه التهديد بارتكاب القتل. وحسب ما راجع امام السيد وكيل مالك وحسب تصريحات الشهود وحسب الوقائع التي كانت ضبطت من خلال الضابطة القضائية، فهي تبين انعدام وسائل الإثبات في ارتكاب هذه الجرائم، انعدام وسائل الإثبات فيما يتعلق بحالة التلبس، وأيضا حسب المصرحة أو المشتكية التي لم تحضر بصفة نهائية أمام السيد وكيل مالك من أجل الأداء إدلاء بتصريحاتها حسب هذه الشكاية المقدمة ضد أمين نصر الله. وكما نعلم ويعلم الجميع بأن أمين نصر الله ذو كفاءة عالية، وهي تبقى مجرد احتمالات أو ليس احتمالات منعدمة بصفة نهائية أنه قد يكون قد ارتكب هذه الجرائم التي هي ليس لن يكون متابع بها ما دام القضاء لدى فيه ثقة تامة، خاصة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وإن شاء الله سيكون القرار الذي سيتخذه وكيل مالك هو قرار سليم، إما بحفظ هذه المسطرة أو من أجل إرجاع المسطرة تعميق البحث نظرا لما صرحوا به أمام السيد وكيل مالك. لا يوجد أي دليل بصفة تامة كما صرحنا، الأدلة التي كانت مجرد تصريحات تبقى فقط من طرف المشتكية على اعتبار أنه كان يجتاز الامتحان بنفس القاعة، وهي صرحت بأنه قام بارتكاب هذه جريمه الغش، صرحت بانه تعرض للتهديد بارتكاب القتل، وهذه تصريحات فقط تبقى تصريحات للمشتكيه ولا ترقى الى مستوى ان تكون موضوع متابعه. وجه احر التحايا والامتنان والشكر لهيئه الدفاع التي ابت الى
إلى أن تسجل بموقف تاريخي في قضية قد تبدو للبعض أنها بسيطة، قضية شاب أعزل تهم بطلانا بهتانا وزورا بالغش، لكنها قضية أعمق بذلك بكثير. هذه القضية هي قضية صراع أزلي ما بين الحق والباطل. شكرا لهيئة الدفاع، شكرا لكافة الأساتذة الذين تسنى لتصورنا معهم في الآخر، في الآخر أو الذين لم يتسنى لنا التقاط صورة معهم لأنهم كانوا هيئة الدفاع الحمد لله كانت كبيرة. أيضا أعرف في قراراتي نفسي أن القضاء في منأى عن اللوم وعن الشكر، لأن القضاء في غنى عن مواقف أي شخص كان، لكن انطلاقا من مبادئنا الإسلامية نقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وعليه أوجه جزيل الشكر للسلطة القضائية الذين تعاملوا مع هذا الملف ومع غيره من الملفات بمنطق من منطق يجسد استقلالية السلطة القضائية، وبمنطق يبعث على الارتياح ويبعث في تكريس مبدأ أن القضاء في خدمة المواطن. القضية حيثياتها لن أخوض فيها كثيرا لأنها محل تحقيق، يعني تعميق تحقيق يوم غد إن شاء الله، ليس في مواجهتي بل في مواجهة من اتهم زورا وظلما وبهتانا وأراد أن يعني يؤيد مستقبل شاب ليست له طموحات لا سياسية ولا شيء، فقط يريد حقه في الوظيفة.